من أزمة إلى أزمة، وكلها أزمة داخلية في البلد الوحيد في العالم اللي الناس كدير صف على شكر هذا الحليب. وسمحوا لي هذا شكر هذا الحليب كررنا أكثر من مرة، ولكن أنا فاش كنشوف طابورات أو طوابر في الجزائر، أنا كمغربي داكشي اللي شفت واللي عشت واللي شفت في الإعلام، طوابير في المغرب شتها مرة واحدة. هذوك الطوابير اللي كاين في الجزائر كيشبهوا لي واحد الحاجة ما عرفتش انتبهوا ليها الإخوان في المغرب ولا لا، وهي الطوابير اللي كانت آنذاك في تسجيل المواطنين الراغبين للمشاركة في المسيرة الخضراء في 1975. رجعوا لهذوك الصور، راه كاينين، كاين فيديوهات، غتشوفوا نفس الحاجة. هذا هو المكان الوحيد اللي شفت فيه ازدحام، وشفت فيه يعني صف، يعني طابور طويل لتسجيل الاسم للمشاركة في المسيرة الخضراء في 1975. ومع ذلك في 1975 ومغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، كان حتى يعني من الجانب اللوجستي والمواد الغذائية والنقل وكل شيء كان مبرمج ليه، وراه تكلم عليها المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه كيفاش هيئ ليها المغرب أنا ذاك. إذن هذه هي المرة اللي شفت فيها أنا صف ديال عباد الله واحد مورا واحد، صف طويل وواقفين المخازنية، يعني القوات المساعدة هما المخازنية عندنا، شتا هما يفهموها. ما شفناش على المواد الغذائية في أي مكان كان.